أما بعد، قول الله عز وجل حكاية عن الإيمان الذين نسأل الله عز وجل أن نكون منهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. عند هذه في هذه الأيام الكلمات المباركات مع هذه السلسلة العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن تكون سببا في نجاة آخرين في اعتبار أسباب النجاة من عذاب جهنم. وقلنا قبل أن نقف على أسباب النجاة، تعالوا وصف سريع لما يكون فيها وما يكون يتعرض فيها المجرم أو الكافر أو الفاسق الذي لم يتم إلى أن لقي ربه عز وجل. لبعض من هذه العذابات وبعض مما يتعرض لها، إن الأمر إذا وقفنا عند النجوى حقيقتها وكل ما هو فيها، فنحن بحاجة إلى أيام وليالي. وقفنا في لقاء الأمس مع كيف يكون طعام أهل النار والعياذ بالله، وكيف يكون شراب أهل النار والعياذ بالله، وكيف يكون ملبس أهل النار والعياذ بالله، بل كيف يكون مرقدهم، وكيف يكون غطاؤهم. وقلنا كل هذا يكون نار في نار في نار، فمشربهم نار، ومقعدهم نار، وملبسهم نار، وينامون على النار بل ويغطون بالنار. واليوم نستكمل ما يكون لهم من أمن الحسرات، كيف يتحسرون العامل النفسي، العامل المادي كان بالأمس، العامل النفسي، والعامل النفسي اللي هو الحسرات والندم يكون من أول لحظة بعدما أدرك أن كتابه بشماله، يقول يا ليتني لم أوت كتابيا، يا ليت ما استلمت الكتاب أصلا ولم أدري ما حسابيا، يا ليتها كانت القاوية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ويسمع كلمة خذوه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوه، عند كلمة خذوه الأمر من حضرة ذي الجلال. اسمع بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيبتدروه 70,000 ملك. لو أذن الله عز وجل لملك أن يلتقم السماوات والأرض وما فيهن في لقمة لفعل. إذا بلغنا سوية قارب 70,000 ملك، النبي بيصف ملك منهم من 70,000 اللي بيستقبلوا العبد الفاسق الفاجر. عشان كده يا جماعه اوعى ذنبك، الحصرات حصرات والكلام في شجره. النبي بيقول ايه؟ بيقول فيبتدئوه 70,000 ملك. لو اذن الله لملك منهم ان يلتقم السماوات والارض وما فيهن في لقمه لفعل يضربونه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم ايه؟ ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يؤخذ من النواصي والاقدام السلاسل، تؤخذ من الناصيه والعياذ بالله، وبعدين تجيب ورا ظهر لحد ما تربطه في اخر قدمه. يؤخذ من النواصي ايه؟ والاقدام. وهو مسؤول يقول انا ألا ترحموني؟ ما ترحمونيش؟ بيكلم 70,000 ملك اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هم مستنيين عند حضرة زكريا فيقول. فيقول لهم ألا ترحموني؟ فيقولون لا، لو كنت أهلا للرحمة لرحمك أرحم الراحمين. عندئذ يستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهد واربطه بقوله تعالى في سورة المعارج: تبصرونهم يا
يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى. يبلع السماوات والأرض ولا يعلم جنود ربك إلا هو. جاهز والعمل على الأبطال والمال مش عارف والله صعب. رقم واحد صعب الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فلا ترك الصلاة حتى تكفر. ليه صعب؟ مش شايف مش عارف مش عارف عذابات كده. وبعدين تبدأ الحصارات. من أول هذه الحسرات إن ربنا سبحانه وتعالى بيخليه يبكي بدل الدموع بقى دم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا وبين الرب جل جلاله له مقعده من النار لو كان ناسا ليزداد شكرا وحمدا. وما من أحد يدخل النار إلا ويبين الله له حديث البخاري إلا ويبين الله له مقعده من الجنة لو كان أحسن فيزداد إيه؟ فيزداد حسرة. لأن كده أي حد يدخل الجنة ربنا بيقول له مكانك في النار أهو لو كنت نزلت بس برحمتي وبعملك بإحسانك كنت أهل الإيمان بلغت ما بلغت في الجنة. العكس وهو مسكوك الى النار يقول له عشان الحصه تزيد يقول له مكانك كان محجوز لك في الجنه اهو لو كنت احسنت لكنك اصريت الا ان تكون مسكوك. دي حصه ولا مش حصه؟ ده من اغلى درجات الحصاره. من الحصرات كذلك التي تكون عند اهل النار والعياذ بالله لما أدركوا الطعام نار شراب نار ملبس نار مش شايفين حد خالص مش شايفين حد خالص خالص نهائي يروحوا مخبين خزن النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنهم ياخذ يوم اجازه ياخذ يوم يوم واحد بس اجازه من العزاء مش عزاء ليل نهار ليل نهار ليل نهار ليل نهار ابدا ابدا جدا عذاب 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 يوم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. خزنة النار ترد عليهم قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات مش رسلكم جاء لكم واحد وعظ المؤمن وإياكم والغيبة وإياكم والنميمة وإياكم والربا وإياكم والسرقة وإياكم والرشوة وإياكم وإياكم وحافظوا على صلواتكم وحافظوا على شهركم واعلموا أنكم أقل الأمم أعمارا يغتنموا نسيت كل كمان. فالملائكة اللي هم الخزنة بيقول لهم أبدا تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فتدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. يا بس ده يتلاومون ويلعن بعضهم بعضا انت السبب انت السبب. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. أنتوا السبب أنتوا اللي عملتوا فينا كده. ها
حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علي من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وبعدين يمدحوا يقولوا هؤلاء أضلون فأدروا. الجواب يكون من السادة والكبراء اللي اتبعوهم إنا كل فيها. احنا كلنا مع بعض الشرف مع بعض. إن الله قد حكم بين العباد. يقول يا ربنا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم نعما كبيرا. كله بيعرف كله أنت السبب. لو ما كنتش انت لا كنت حاجة تاني خالص. انت كنت السبب في كل ده اللي انا حصل معايا كل ده. حتى ان الصديق يدور صديق الدنيا ويوم يعض الظالم على يديه يقول له حسرات يقول عليه نفسي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. عشان كده سلمان يدور على صاحبك. ولقمان بيقول لابنه يا بني لا تتخذ من الاصحاب الا من كان معك ومن شدك في الدهر شمله ليجمعك. ومن إذا غيب الزمان صدعك شتت فيه شمته ليجمعك. إن رأى منك حسنة نشرها وإن رأى منك سيئة طوعها. فإن لم تجده يا بني فلا تصاحب إلا نفسك. والإسلام قال لك كل المسلمين ينفعوا أطفالهم. أخويا في الإسلام قال بس ما ينفعنيش أخويا صديق. ما ينفعنيش. ولذلك نصيحة أنا أقول حاجة دايما دايما وأكررها عايز تفرح يا رب العباد قولها نصيحتي. عايز تفرح ايه رب الناس هتلاقي نفسك وهتلاقي نفسك مع الله وهتلاقي نفسك في متابعة القرآن وهتلاقي نفسك في مذاكرة العلم وهتلاقي نفسك في حاجة خالص. لكن أهلك مع آدمية مثلك تعالى بص المحصلة كم غنى كم نميمة كم نكتة كم ضحكة كام 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 طعم إنك حاجة خالص. ولذلك لو تعرف ان سبب نزولها ايه سبب نزولها ويوم يعرض الظلم على يديه. عقبه بن ابي معيط لما انت كنت فاكر اللي كان القى بسلل جذور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سالم فاكرين القصه. كان ليه صاحب اسمه ايه؟ اسمه ابي بن خلف. ابي بن خلف جه يوم من الايام وكان عارف العرب راجع من سفر او من تجاره كان يروح دابح على طول. يعني بيشكر في زعمهم الالهه ده ولا بتاع عشان سلامه الوصول ويروح دادح وعازم كل العرب. لما رجع عقبه من ابي معيط سافر فراح تذكى العالم وعزم عزم 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 من ضمن اللي عزمهم مين؟ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الوقت الشغل الشاغل ال 24 ساعه دعوه. فبقول له يا عقبه استجيب وهذا الغد معاك بس تطوعني وتسكت. النبي نسي النساء كلها اصل نسيت زيك. النبي نسي كل حاجه عايز نفسي ينقذها من النار يكون سبب في انقاذها من النار. فبقول له اجيلك يا عقبه والغد معاك بس تطيعني وتسكت. قال له افكر قال لا فكر بقى بسرعه انت بتقول النهارده العزومه. ففكر وقال له طب انا موافق. لنبقى ونطق الشهادتين وتدموا عقبة كده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم فعلا ورجع كان أبي صاحبه في سفر هو الآخر. فلما رجع وهو يسعى على أبواب مكة عرف صاحبك عقبة عمل إيه؟ عمل إيه؟ عقبة صبر واتبع عليه. عقبة ده آخر واحد وقعه عقبة كان بجد. عقبة حصل انه كذا 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 ومحمد ضحك عنه كمان ودخل الاسلام. ما طلعش على بيته انما طلع شوف انها لا تعمل لا ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. طلع على بيت عقبة خبط عليه طلع وقال له الكلام اللي سمعته يا عقبة صح. انت فعلا اتبعت محمد
وزير محمد هذا تفضل قال له لا مش داخل بدخول وجهي لوجهي حرام كان الكلام اللي انا سمعته صح وجهي لوجهي حرام ما فيش كلام بينك حتى تعود يا محمد وترد والكلام ده كده تبصق الكلام ده كله وترد عليه غير كده ما فيش اي كلام بينه وبينه كل اللي عمله رب عمل ايه نفذ وصيه صحيح نفس الشيء وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مبروك عليه دينك انا رجعت لدين ابائي واجدادي وفرح بيها صاحب ابي بن خلف انه رجع تاني وشفت الصاحب ممكن يواجه صاحبه فيه الصاحب صاحب فنزل قوله تعالى فيا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذلا في يوم القيامه هتلاقي في ناس بتعض على يديها يعني ان الناس دي كلها بقيت شبابات اتخذ صاحب ده علمني مخدرات ولا علمني مشي مختار ستات ولا الكلام الفارغ ده كله والمحصله ايه؟ الموضوع مش موضوع لو شارع يا شباب الموضوع انك هتسال عن كل حاجه من كذلك الحصرات انهم يتذكروا ناس من كانوا معاهم جيرانهم الناس الطيبين او اصحابهم او زملاء الدراسه او فينطلق اليهم بعد ما من الله على الاخرين ودخلوا الجنه فيسالونهم شيئا من الطعام او الشراب ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين نوع ممنوع الذين اتخذوا دينهم لهوا ولهوا ولعبا وغضبهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون كذلك من الحسرات انهم لا تلوموا يتلوموا لحد ما يقولوا عرفت السبب اللي نتلوم فيه اللي هو ابليس هو السبب ابليس روحوا طالعين على ابليس انت السبب انت اللي اغويتنا وانت اللي بينت لنا وزينت لنا الحياه الدنيا وخليتنا نتكبر وننسى خلق الله وخليتنا ننسى البلد بتاعنا الفقراء والزكاه والمساكين والمحتاجين وخليتنا متكبرين في الارض وخليتنا ما نخش في مساجد الله وخليتنا يقطع ابليس الكلام ده كله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما رضيتش حد عليا انا ما رضيتش حد عليا انا زينت لك الناس زينت لك المعاصي زينت لك الخمر زينت لك الزنا زينت لك عقوق الوالدين زينت لك اكل الحرام زينت لك المشي الحرام زينت لك وجعلت للغيبه والنميمه طعما كطعم العسل انت اللي سقت فيها انا ما ضربتكش على ايدك فلا تلوموني ولوموا انفسكم حتى انت بتتخلى ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انا انقذكم يعني أهل الجنة مش عايزين حتى يدونا شوية طيب إبليس تنصر إحنا في حد ثاني النار تأكل فيهم تأكل ويتنزلوا عصارات العصارات دي بتخلط بطينة قاع جهنم وبعدين اسمها بعد كده مكون من اسمه رمضة الخبال العصارة والصديد نازل بيسيخ من الاجساد وبعدين مع الرماد في قاع جهنم بيكون مكون اسمه الخبال ده مخصص لمين؟ مخصص لمين؟ اللي كان بيشرب الخمر. لا اله الا الله. تيجي تقول لا ده مش الخمر، الخمر انا بجيب بتاع ده بلفه والكلام ده كله. يا جماعه كلمه خمر اسم جنس. خمر اسم جنس. يعني كل ما خمر سميته خمر، سميته بن، سميته حشيش. سميته اي شيء
حاجة بتنسب العقل ده طعامه. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من ذاق خمر الدنيا حقا على الله أن يذيقه من رضغة الخبال. عرفت رضغة الخبال يعني مين؟ صبي قيح، أجسام ميتة سايحة منصهرة برماد جهنم، بتديك مكون جديد اسمه رضغة الخبال. حق على الله أن يذيق من عاش مخمورا أن يأكل من رضغة الخبال. وبعدين الحل اللي احنا ايه؟ الحل الموت. فانا شايف اجسادنا بيقول بعض هم بيقول بعض اجسادنا بتسيح لحد خلاص هنكون هيكل عظمي ونموت خلاص. الفرصه اقتربت لان اجسادهم ساحت خالص. لكن ياتي الحق تبارك وتعالى في صوت النساء: ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا. حتى السبب اللي كانوا بيتمنون خلاص ما لم يبقى الا عظام الروح حتى الفارق، لا بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهكذا اذى للآكل. وهو النبي صلى الله عليه وسلم برضه يقول الحصاد انه بيقول لكتاب الله بالموت يوم القيامه عن هيئه كبش فنسبح بين الجنة والنار: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. وبعدين طب ما فيش حد يموت خالص، احنا هنطلب من مالك خازن النار: يا مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، عايزين نموت يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك. بعد ألف سنة يا مالك ليقضي علينا ربك، يأتي الرب إنكم ماكثون. آخر ما يتمون من الحصاد ينطلقون إلى رب العزة وكأنهم بيعتذروا، بس بعد إيه؟ بيتأسفوا بعد 70. قال العيب بقى بتاع الحصاد إن مفيش فرصة لتعديل المسار، خرجت الروح خلاص. المشكلة فيه إنه ما يعرفش عدل كيف مسار، خلاص خرجت الروح، مفيش فرصة لتعديل المسار ولا تعديل الأقوال والأفعال، خلاص قضي الأمر. فيقول: يا ربنا، كما ورد في آخر سورة المؤمنون: يا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، طلعنا من النار يا رب، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وعندها ينقطع بهم كل أمل. شو حصلت ليه؟ اوعى تعمل فيها بالعريف ولا ما اعرفش. انا اتعلم، انا لازم اغير من حياتي، انا لما يحطوني تحت التراب ويرجعوا اسمعوا لاخيكم لسه واستغفروا لاخيكم فانه الان يسال، وبتمشي الحياه، والسوبر ماركت اللي جنبك فتح، والورشه اللي جنبك اشتغلت، والعربية بتاع الكبرى بتاع زميلك شغال، والمترو ما توقفش، والقطار الصعيد لم يتوقف، والحياة شغالة من بعدك، ما فيش حد واقف عليك حبيبي. انت بس اللي قمة الرعب انت، حتى انه يسمع قطعا عن اصحابه اذا ولوا عن مرضيه. فاجلس واستعين وتقي الله وارجع، وابتدائي المطار ان شاء الله باذن الله سمعت عند استاذ مجال سبب اللهم نجني من عذابها. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تنجينا من النار